السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد في قناة محمود. النهاردة هنصور فيديو عن الدراسة في أمريكا وهنعمل كذا خطوة فيهم. خطوة اللي هو الفصول بتبقى منظرها ازاي والتنظيم وكورونا فيروس غيرت ازاي في المدرسة عموما، وبقى في مساحات وبقى في حاجات كتيرة اتغيرت بسبب كورونا فيروس. وبقى في كمان حاجة اسمها اللي هو انت بتدرس بلابتوب، مالكش ده يعني الميس بتخش تشرح لك حتة، وفي كذا برنامج، في برنامج الكانفوس ده الاساسي، ده اللي عليه كل حاجة. بعد كده انت ممكن تعمل كذا اكسرسايز فين في اليكس، وده اللي بيخليك تبقى تمام في اي مادة. انا هتكلم عن المواد على حسب الفصل بتاعي. انا فصلي 8 جريد، فانا هتكلم عن المواد اللي عندي او يعني درجة الصعوبة وكده، يعني هم سابقيننا ولا احنا اللي سابقينهم في الدراسة كده. عموما انت اول حاجة بتروح تقدم في المدرسة، بعد كده بيبقى ليهم شوية طلبات التطعيمات التطعيمات والمدرسة القديمة ليه كان فيها ايه، وكان الحاجات دي كلها بتبقى مترجمة طبعا بالانجليزي. وانت ليك حاجة اسمها اللي انت بتعمل اختبار قدرة التعلم او التحدث بالانجليزي يعني. فانت هيتحدد لك ميعاد تروح فيه المدرسة ويتعمل لك الاختبار ده. هو يعني مش اختبار خالص. انت كل اللي بتعمله انت بتعمل كل اللي تقدر عليه، بسبب اللي انت كده كده ده بيحدد مستواك يعني. انت ما تعملش فيها اللي هو العم الذكي وتخش تقول حدي بادي كروم بالزبادي ممكن تطلع صح. لا، انت تعمل كل اللي انت تقدر عليه، واللي مش فاهمه خليه تعيده لك تاني او تبسطه لك اكتر المس اللي هتبقى معاك في الامتحان ده. كل اللي بتعمله بتقرأ لك الحاجات، وبعد كده بيبقى فيه اخر سؤالين انت تقرأ وتكتب عشان يختبروك بتعرف تقرأ وبتعرف تكتب ولا لا. المهم بعد ما تخلص التست ده خلاص، انت مثلا انا رحت اختبرت، انا دلوقتي اختبرت لقيت نفسي في تاني اعدادي اللي هو 8 جريد زي ما انا، ما اتغيرتش. رحت بقى عن المدرسة الصراحة يعني جميلة جدا، منظمة يعني ما فيش اللي هو القوانين دي حاجة مهمة جدا. انت بيحصل لك مشاكل كبيرة لو في اي قانون او عملت حاجة غلط. طبعا انت بيبقى ليك طبعا في حاجات مختلفة عن المدرسة اللي في مصر. انت عندك دلوقتي في المدرسة اللي في امريكا دي بيبقى فيها ايه، عندك الحصص بتاعتك بتبقى متقسمة، ومثلا بتخلص وقت يعني بتخلص الساعة 3 يعني. انا بتخلص من المدرسة الساعة 3، فانت هتخلص من المدرسة بتروح على الباص بتاعك على حسب ما بيدوك الرقم وكل ده. انت بتروح على الباص بتاعك بيوصلك لبيتك تنزل. فانت الصعب بقى في الحتة دي كلها ايه، الدراسات. ففي مش الدراسات، مش قصدي السوشيال ستادز، لا الدراسات بقى ايه، انت بتخش بتختار انت عايز تبقى يعني ايه المناهج اللي انت عايز تدرسها. طبعا في 5 اساسي او حاجة زي كده، مش عارف كام اساسي، بس هو الاساسي انت طبعا مش هتبقى جاي اللي جاي بيرفكت في الانجليش ده تمام، ملوش في فصل بتاع ليرن انجليش. فانت في اول حاجة ليرن انجليش، بعد كده على حسب الفصول او حسب الدي ولا اي دي. فانت عندك في ماس، في اساسي ماس، ساينس، دراسات اللي هو السوشيال ستاديز، وبيسموها في امريكا يونايتد ستيتس هيستوري. طبعا بعد كده بيبقى فيه بقى اللي هو النشاطات العادية اللي هو مثلا الجيم اللي هو الدمبل وكده، والحاجة التانية اللي هي اللي هو باسكت بول على حسب انت عايز تلعب ايه. بعد ما بتختار كل ده انت بتعمل لك جدول بتاخده وتروح لو مش عارف الاماكن طبعا في مدرسين بيودوك للاماكن. فانت كل اللي انت بتعمله اللي انت بتسأل اي مدرس فين مكان الفصل ده، وتروح الفصل وتقعد. طبعا في لابتوب بيديهولك ليه عشان تدرس بيه
فاللابتوب ده بيبقى تبع تبع المدرسة، ويعني ملوش أي ما تقدرش تنزل عليه أي حاجة، لعب أي حاجة ما تقدر. أنت بتاخد اللابتوب ده وبتبتدي تسجل فيه. طبعا المدرس أو أي حد بيساعدك في إن أنت تعمل ساين إن، بسبب إن في اختلاف في الساين إن، في حاجات مختلفة جدا في الساين إن. أنت بيبعت بطاقة أي دي، دي اللي بتعمل بيها كل حاجة في المدرسة. في السكند في اللانش عموما، انت لما تيجي بتاخد الاكل دلوقتي، انت عايز تتغدى، لا لازم طبعا يتاكد له انت ايه تبع التلامذة او كده، يعني اللي حافظ كودك او كده. فانت بتعمل سكان للبطاقه او الاي دي بتاعك، فانت كده ايه خلاص. لو السكان مش شغال بتروح للاوفيس تقول له السكانين مش شغال، انا عايز اغير الكارت، يعملوا لك كارت جديد في يوميها. فانت لو الكارت مش شغال بيبقى ليك رقم اي دي ثابت، ده ما بيتغيرش. المهم فانت بتعمل الرقم ده وبيبقى تمام، هو بيبقى مكتوب على الاي دي، فانت بتنقله من على الاي دي على الجهاز عشان تعرف تضغط. وغير كده ده بيعمل بيه حاجات، ده اصلا لو اي حد سألك انت فين الكود بتاعك هتقول له ايه، او الاي دي بتاعك هتقول له انا حافظ الرقم، لا ما ينفعش لازم يبقى